رح ننتقل بمساحتنا رح نحكي فيها عن مصطلح الموارد البشرية. اليوم إذا بدنا نقدم على مؤسسة نور أو شغل جديد إن كانت خاصة أو عامة لازم نلاقي هذا القسم الأساسي المختص بالموارد البشرية، ويلي هو ما بنعرف على شو بدنا نركز، في شغلات مهمة بوقت المقابلة لازم يتم التركيز عليها، فشو رأيك؟ أكيد عفاف، كتير نقاط أساسية هي بتلعب دور في فحص المقابلة لأي عمل. بالآونة الأخيرة سمعنا كتير بمصطلح الموارد البشرية، تنمية الموارد البشرية، كتير من المهارات نستطيع اكتسابها اليوم لتلعب دور في حياتنا المهنية. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا المحامي محمد لؤي، موحد ودرب تنمية بشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. صباح الأمل، صباح البدايات والانطلاقات الجديدة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب. أستاذ خلينا نحكي أول شيء عن مصطلح الموارد البشرية، خلينا نعرفه للناس أكثر. تمام، هلا قبل ما نعرفه بشكل نظري، نحن إذا أخذنا إدارة الموارد البشرية صحيح. هي ثلاث أسماء. الإدارة تعني الاستمرار دائما من البداية إلى النهاية. جينا على الموارد اللي هو البشر، الوارد البشري اللي هو نحن، فهذا الوارد بالنسبة لهم. لما نحطوا كلمة البشرية عنا فيها شغلتين، أول شغلة بأنه اليوم البشرية أنه يكون في عامل إنساني، ثاني شيء حيّنوا أنه هذا الوارد هو الوارد البشري. التعريف النظري إلها بيكون اليوم هي نشاط إداري متعلقة بتحديد احتياجات المنظمة من العامل البشري داخل المؤسسة، بتزيد فيها ثقتها بالإدارة تمام، وتخلق روح التفاعلية بينهما، ذلك من الوصول لأعلى طاقة إنتاجية بالشركة. تماما. طيب خلينا نحكي بالعشر سنوات الأخيرة شفنا توجه كتير كبير مثل ما قلت لإدارة الموارد البشرية. سابقا ما كنا نشوف إلا ببعض المؤسسات الخاصة، اليوم عم نشوف انتشار واسع حتى بما يخص القطاع مش فقط الخاص العام. خلينا نحكي قبل ما نحكي عن الموارد البشرية بشكل موسع، كل حدا هلأ بيقدم على فحص مقابلة عم نشوف دورات، لكتير من الدورات بنسمع عنها تهيئ يعني اكتساب مهارات جديدة، قديش فيني لغة الجسد تلعب دور، حضورك، شو هي النقاط الأساسية اللي فينا نساعد خصوصا الشباب لأنه هن الأكثر فئة مستهدفة اليوم، الكل يبحث عن عمل بأنه يمتلك شهادات في قدرات ومهارات استثنائية، بس أحيانا بعض الثغرات أو الخطوات خلال فحص المقابلة بتخسروا هي طبعا. الفرصة، فخلينا نركز على هي النقاط الأساسية طبعا. هو هذا السؤال اللي على طول دائما مثل ما حكيتي حضرتك موجود عم نسأله، انه احنا عملنا مقابله مع مدير الموارد او موظف الموارد، موظف بيقول لك طب موظف الموارد ما بيعرف ما كذا ما الى اخره، ظلمنا بالواسطه. طيب شو الشغلات اللي عملتها؟ في ناس كلها عندها فكره دائما انه انا عملت كل شيء صح، بس هو ما ابي. لما نكون بنشوف هذا الشيء بالدوره هذا ما اعتقد عند الكل ايه. للاسف ظلمنا بالواسطه تماما. ايوه تمام. فشو بنشوف في الدوره بنقول له انه انتم هي ما لازم تعملوها معناتها كذا، بتقول له ولي انا عملت هيك، انه كل الناس اليوم في شغلات. طيب نحن رحنا على مقابله العمل، عندنا شهادات، عندنا امور، كيف بدنا نعبر عن حالنا صح؟ شو الامور اللي احنا لازم ننتبه لها؟ خلينا نفيد الشباب. النقاط الاساسيه اليوم انت اليوم المدير الموارد بينتبه لك من دخلتك من الباب. فاول ما دخلت من الباب اول شيء هو حينظر طريقه فتحتك للباب، افتحه بهدوء تمام، فوت عبر عن نفسك الظهر مشدود. بالنسبه لموضوع الهندام، يعني في ناس بتروح على وظائف اداريه لابسه موضه كثير ومشقشق وكذا، طب هذا الشيء مرفوض تماما. فات في ناس بتقول لك انه انا فتت، بتسكر الباب وهي كامشته وما بتتركه، راجع مستندي عليه وبتتنفس تمام. طب اوكي سكره بكل قوه. الدخول بالنسبه لمدير الموارد دائما في شغله باللاوعي، الصورة الاولى بتكون تمام، تحس الدخول هي النظره الاولى، هي النظره الاولى اول 10 ثواني. فشو بصير هو قبل ما يطلع بالمدير الموارد لأ يطلع بالكرسي وين بده يقعد، بس بده يقعد. طب انت كمان وماشي بلزق الحيط ويا رب الستر وما عم يتنفس، لزقان بالحيط او بيروح لاخر المكتب بصير عنده. لا انت امشي اليوم، لا تمشي بلزق الكراسي وبلزق الحيط، امشي خذ خطوات ثابته. في ناس بتفوت عم تركض ركب بس بدها تنهي الفوته هي، يعني تمام، وهي هي الا ثقه بالنفس بتكون. فامشي بخطوات ثابته متزنه، الظهر مشدود، صبح على مدير الموارد، تفضل عود قعدت. طيب هون قعد هو، بس قعد بيقول لك انه انا مثلا نفذت، ببلش بالمرحله الثانيه اللي هو كلياتها بنعرفها كاعلاميين وكذا، لغه الجسد بتكون كثير بتعبر على امور، بتلاقيك قاعد وكامش الكرسي ولح يشق ثيابه تمام، هو متوتر. بالنسبه للكواع غالبا بتكون الكراسي اشبه بهي الى ايدين، هو بده يشوفه، فبيكون مثلا كواعه هيك عاملون وما عم يحسن او هيك او حاني ظهره، بس في ظلم
يعني نوعا ما اذا بدي اخذ انطباع على الشخص في فحص المقابله من حركاته يعني ممكن يكون متوتر. يعني هلا هي انا بحس في جزء نحن عم نحاول نفيد كل الشباب، بس هي يعني هذا هي ملاحظه موجهه لكل المؤسسات ان كانت خاصه ولا عامه، يعطي الشخص فرصه يعني لو كان ممكن طريقه تعبيره او كذا هي تراتبيه بتجي مع فتره الخبره او فينا نقول الاختبار او التمرين للشخص. بس نحن اليوم وقت تكون عندنا وظيفه مهمه اداريه اللي بيصير انه بنشوف التوتر فات وقعد قعد دقيقه دقيقتين وبعدين ما سيطر على التوتر، بل بنفس الموضوع في اسئله كثير بنسمعها، مثلا اربع اسئله اذا اخذنا منه انت حدثني عن نفسك بيرجع بيعد له السي في نفسه، او اساسا هو ما له حافز السي في. يعني انا بنصح الناس وقت انت بدك تروح على المقابل بس احفظ السيره الذاتيه تبعك، صحيح شو حاطط بقلبك، حتى اذا حاط شغلات ما لها واقعيه لا تحطها. مثلا بحب القراءه، امتى اخر مره قرات؟ بيقول لك من 10 سنين، فانه في شيء هون مو ظابط، صحيح، وما لما تذكر شو حاطط بالسي في، يعني هون بصير في خلل كبير. نفس الوقت اليوم حدثني عن نفسك بيرجع بعيد العمر كذا، طيب انا كيف اتجاوز مثلا هذا السؤال اللي اكثر شيء منتشر اليوم؟ ببساطه انا ممكن بتحدث انه انا شخص طموح، انا ما عندي سقف باحلامي، انا بحب اترك بصمه باي مكان، هو ما بده السيره، بده يسمع هذا الحكي. في سؤال كثير غليظ بيضلوا تسالون بدك تصير بعد 10 سنين، هذا هو تبع 5 سنين تمام. دائما بيجاوبوا انه انا لازم يقول له بعد سنه مكانك تمام، يعني انا لازم اكون مكانك. لا ما هذا السؤال، ليش انت اساسا هون انه صار التفكير محدود؟ ليش مو انت انا عندي مشروع بدي ساويه، انا عندي امر بدي ساويه، انا عندي دراسه بدي اخلصها، دائما مكانك، دائما هذا الجواب يكون مكانك، هذا المعترف او اللي يخطر على البال دائما. تماما. وفي سؤالين كمان كثير انا بسمعهم، نقاط قوتك او نقاط ضعفك، فاللي ما بيعترف بنقطه ضعف مصيبه، لا انا لو سمحت ما عندي ولا نقطه ضعف، كيف كل انسان عنده نقطه ضعف، فالحلو انك تقول انا عندي نقطه ضعف معينه اللي هي كذا، تقول كمان بنفس الوقت تحولها لقوه، انه انا اليوم عم بشتغل اني اخلص منها، مثلا شفت مقاطع على الفيس، عملت كذا، صار معي موقف معين، صرت اتطور، صرت انا بالنهايه. فهي بعض الاسئله اللي ممكن تصير. هلا حكينا عن مهمه الشخص يلي بيطلب التوظيف لقسمكم او للمؤسسه يلي بده يتوظف فيها، بدنا نحكي عن مهمه قسم الموارد البشريه تجاه الموظف يلي بده يتقدم للتوظيف. تمام. اليوم مدير الموارد البشريه اي شخص توظف عنده اليوم من مهمته انه يقرا هذا السي في بعنايه ليعرف الشخصيه الموجوده عنده، يأمن له المكان المناسب للمقابلة، مو معقول يكون المقابلة بمكان غير مناسب أو غير مريح، لأنه مثل ما حكينا التوتر قائم أكيد، صحيح. هذا الشيء ما فينا ننفيه. ضمن المقابلة يكسر الحاجز أول شيء، يعني صحيح. ما كمان يخوفه دغري حدثني عنك وكذا، ممكن كيف وصلت، كيف كان الطريق كذا، كلمتين خفاف نضاف، بعدها أنه هو يخبره المهام والمسؤوليات المطلوبة منه بالشركة. في ناس ما بتحب يكون عندها استلام موضوع المادي، اللي انا بشتغل كل شيء بالاداره ببدع بس لا تسلم لي مصاري، انا ما بحب هذا الموضوع. في ناس ما بحب يكون لها توقيع رسمي، فانا بخبره المهام الموجوده عنده، المسؤوليات، الشغلات اللي انا طالبه منه، بخبره العقوبات، بخبره الراتب، بخبره اليوم الحوافز اللي انا ممكن اقدمها، سياسه الشركه، الشغلات الممنوعه عليك، الشغلات المطلوبه عليك، فانا بعطيه وبعطيه حقه، بساله الاسئله اللي هي بتتناسب مع هي الوظيفه. يعني اليوم كثير نحن بنسمع انه اسئله بنسالها، انا بقول له شو وظيفتك؟ بيطلع ما له علاقه بالموضوع كله، يعني موظف ارشيف اللي بيقعد على ام كلثوم وفيروز، مارسوا عليه ضغط عمل ومارسوا عليه كل الانواع، طيب هذا ما بده اياه. فنعطيه السؤال، نجهز الاسئله بدنا نسالها بشكل منسق ومناسب مع الوظيفه. تمام. طيب خلينا نحكي شو الفرق بين اليوم الموارد البشريه وشؤون الموظفين؟ سابقا كنا نشوف اي شيء بيتعلق بالموظفين روح لعند فلان. يعني اذا بتسمع هلا لا الموارد البشريه هي المسؤول، حتى مفهوم الموارد البشريه في المؤسسات ان كان الخاص والعام بالبدايه ما كان كثير واضح، يعني كنا نشوف الموارد البشريه فقط بيقول لك قديش عندك نقص ساعات عمل وتقصير، صح. الجانب الايجابي ما بيشوفه، قال لهذا واجبك، ما عندنا الثقافه اللي فينا نقول الواسعه، يعني خلينا نحكي اختصاص الموارد البشريه عن شو مسؤول، نعرف الناس اكثر انه انت بالاخير التطبيق الاساسي هو مسؤول عن كل الكوادر التوظيفيه داخل هي المؤسسه بكل ايجابياتها وسلبياتها، يعني انا اذا بدي اقول لك فلان الفلاني اعطيني خلال شهر كيف كان شغله، كيف كان تقييمه، الموارد البشريه هي المسؤوله، اليوم ما كثير يعني في اتجاه والبوصله بلشت تاخذ مكان صحيح، بس ما كنا نشوفه قبل، يعني حتى المفهوم الموارد البشريه ما كان يطبق بشكل اساسي، انا بتذكر انه هو مسؤول فقط عن الخصم وعن قديش مؤخر وقديش يعني في اشياء ثانيه هو مسؤول عنها الموارد البشريه، لازم يكون خصوصا يمكن بالقطاع اذا ما بدنا نظلم القطاع العام اكثر ما كثير مطبق بشكل صحيح. اكيد.
اليوم صح كلامك، يعني حكيتي بشكل كثير حلو بانه اليوم موارد بشري لحد الان الناس ما بتعرف شو يعني موارد بشري. صحيح. حتى لما يصير شو الموارد احكي لنا شو هي، وعند الناس فكره مثل ما حكيتي حضرتك انه شؤون الموظفين نفس الموارد. طيب نحن اذا اعتبرنا هون شؤون الموظفين وهون الموارد، تمام؟ اولا نحن لازم نعرف انه شؤون الموظفين قبل ما نفوت بالعمق انه هي قسم صغير من اداره الموارد البشريه. صحيح. تمام. اليوم شؤون الموظفين كيف بتنظر للموظف؟ بتنظر على هو عنصر من الانتاج، يعني هو آلة، هو عنصر انتاج من عناصر، او خلينا نقول خط الانتاج هو عنصر من عناصر الانتاج، فما بيتعاملوا معه بالجانب الانساني، ما بيتعاملوا معه بجانب انه انت عندك ظروف انا مالي مأمن لك، مطلوب منك تنتج ما انتجت الله معه. بينظروا بانه يطبقوا قرارات صارمه، انا عندي هاي القرارات طبقها ما طبقتها انت مشكلتك. بينما اداره الموارد البشريه تنظر للانسان على هو عن جد كبشر، تنظر له بنظره ثانيه بانه اداره الموارد البشريه الصحيحه، يعني هذا الشخص أكيد طبعًا. بيعطيني اداره الموارد انه هذا الشخص مسؤول عن 6 ساعات عمل، عنده طاقه عنده، فلهيك اسمه اداره موارد تماما بشريه. تماما. وشو بننظر له على انه وارد لازم نستثمره. صحيح. هذا الوارد بدي استثمره انا كيف؟ انه طوره، باني حفظه مثل ما حكيتي حضرتك، باني اعطيه حقه، باني اعمل له وسائل الراحه، باني انا اقدر اذا هو ما انت شو السبب، باني حل له خلاف واقول له انت غصب عنك انت بدك تعمل كل شيء. إدارة الموارد مسؤولة عن التخطيط، التخطيط الطويل. الشؤون ما مسؤولة، لكن في زملاء تخطيط. هذا اللي بدنا نحكي عنه، إنه الموارد البشرية شو بتكون مهمتها الأساسية بالمؤسسة أو بالشركة؟ هلا بالنسبة للمهام الأساسية، أولاً تخطيط الموارد البشرية، يعني نحن بنخطط شو احتياج الموجود عنا، كل قسم قديش بده، بنحط مثلاً مهمة ثانية بتكون له تقييم أداء العاملين، واليوم هذا جداً مهم، أنا بقيم أداء الموظف. تمام. فانا اليوم سواء اذا مثلا صار غلط وعينت شخص غير مناسب، انا عرفت بعد 3 شهور او حسب كل شركه سياسه عرفت انه انا الشخص غير مناسب، او قد يكون مناسب ومنتج لكن تغير الشخص صار ما عم ينتج عندي. نفس الوقت انا اعطيته طاقه للانتاج بانه اذا اعطاني اكثر انا كمان اعطيته اكثر. صحيح. انا رفعته، انا رقيته بهذا التقييم، تقييم الاداء جدا مهم. مسؤوليتكم بتكون بالمؤسسة. تماما. مسؤوليه الموارد هي تقييم الاداء. تطبيقه اليوم بنشوف كل الموظفين منهكين مستنزفين، يعني اذا بدك تعتبر عم نشوف مثلا القطاع العام، مثلا القطاع الخاص كمان يمكن في استنزاف خلال سنوات الحرب، اليوم بدك دافع لهدول الموظفين ليخليهم يكملوا، بتشوف الحال وحده، يعني ما عم نحكي فقط ممكن باي مؤسسه، ما عم نحكي ان كان مؤسسه قطاع خام، ان كان تابع على التعليم، ان كان تابع على اي شيء، في شيء مشترك بين الموظفين بتحسهم منهكين. صح. في بعض الشغف انا كيف بدي احافظ عليه كاداره، ان كان اداره موارد بشريه اذا نفذت على ارض الواقع صحيح بناء مع المدير، هي تشاركيه لانه اذا اعطته الصلاحيات ما في اساسا يشتغل، فشو الشيء الاساسي اللي لازم يركز عليه كل مين عم يتابعنا اليوم، لانه في عندنا قدرات شابه يجب استثمارها، لانه بتلاقي الشاب اي فرصه حصل عليها سافر خلص، مع انه انا فيني استثمره ان كان بقلب المؤسسه بقلب القطاع، وفعليا بتلاقي هي النتائج باي مؤسسه في إيه لها نتائج كثير ايجابيه. تمام. هلا اول شيء لازم نعينك بالموارد البشريه حضرتك، عندك خبره عاليه. الفكره اليوم انه نحن عن جد بنشوف مثل ما حكيت الاستاذه، في افكار، في ناس حابه توصل بس ما عم تاخذ الدعم. صحيح. في ناس مثل ما حكيت الاستاذه اليوم منهكه بشكل كبير، و بشكل حالي ما طبقت الموارد البشرية بشكل صحيح وكبير، ما أخذت حقها عنا بالوطن العربي مو بس في سوريا. ذكرت حضرتك من شوي أنه بتكون واسطته مظلومة. ايه تماما. هذا الموضوع هيك مفوت بأنفاق معتمة نطلع منه، بس ما يعني موجود هو بكل دول العالم. صحيح. ما فينا اليوم نحكي انه هن مقصرين ولا انه هن، بس ما فعلت عنا، يعني ما عم ياخذ حقه الموارد البشريه، بيجي بده يعمل كذا وكذا بيقول له لا وقف. صحيح. اعطي الصلاحيات الكافيه. كيف انا بستثمره لهذا الشخص؟ انا بيجي بسمعه، انا بدعمه، انا ممكن اعطيه فرصه، ممكن اذا قال لي انا بدي ادرس مثلا ماجستير اعطيه وقت لانك انت تدرس خفف عنه، انا ممكن شوف هذا الشخص عنده افكار مبدعه وانا موصفه بمكان، عملت له تقييم، شفت ايجابياته، شفت انا له لشكل اعلى كافقي او بشكل عمودي عفوا اعلى، بشكل افقي لمكان ثاني، انا احطه بالمكان اللي هو ناجح فيه، بجوز يجي لعندي اللي انا ما حبيت القسم اللي انا فيه، حابكم بهذا القسم واعطاني افكار ابداعيه، انا بشجعه، انا بدعمه، انا بحط هون انا حافظت عليه، انا طورته وعرف انا كل ما اعطاني انا اعطيته. بدك تدور شو الشيء اللي بيناسبه هو او شو هو الشيء اللي مبدع فيه. تماما. لهيك الشركات الكبرى ما بيكون في موظف مقسمين،
كل شخص لشيء. فدوبه كل واحد تقييم، واحد اختيار موظفين، هون بتنجح الشركه. بس تعتقد يمكن اداره الموارد البشريه او المسؤول عن الموارد البشريه باي مؤسسه مثل رب الاسره، اذا بيتم التعامل بهي الطريقه اللي هو مثلا عم يعطيك المساحه الصحيحه، بتلاقيه عم يساعدك بكل الوقت، ان كان بيدعمك بالشغل، ان كان مكافآت، بيراعي ظرفك الانساني والصحي، يشبه فينا نقول مثل رب الاسره نوعا ما، لانه هو فينا نقول الساعد الايمن يعني. طبعا. بكل مؤسسه قديش فيني انا اشتغل وطبق مبدا الموارد البشريه على الارض، قديش فيني حافظ على هي المؤسسه وكل شيء موجود فيها. تمام. اليوم اهم عنصرين بالشركه هو العنصر المالي والعنصر الثاني هو العنصر البشري. صحيح. رأس مال مالي ورأس مال بشري. رأس مال البشري لا يمكن أنه يفنى، كله يفنى ما يمكن. رأس مال المالي ممكن بحريق بأمر معين تفنى هاي الأمور ويفنى المبنى، لكن هدول الناس أنا محافظ عليهم، حطهم بمكان ثاني، أنا جاهزين، مدربهم، مستثمرهم، أنا عملت له عامل لهم دورات، أنا مطور مهارته، عندي موظف لقيته كامل بس ناقصه أمر معين بعمل له دورة، أنا ما تخليت عنه. تمام. أشبه برب الأسرة أكيد، لأنه إذا تعامل معهم بأسلوب إدارة صارمة رجعنا لشؤون الموظفين. فبده يكون قريب منهم، بده يحل الخلافات الموجودة، بده يسمعهم، بده يكون بدهم يحسوا إنه هذا أخ لهم. إذا حسوا مدير صارم بقرارات صارمة، طبعا مو بكل الأوقات، هون صار نحن ما عاد إدارة، ما عاد عاملنا الإنسانية نحن. فأنا ليش ما عم أنتج؟ بيقول لك أنا مثلا مثال بسيط، مثلا الحاسب عندي سيء وعم يطفي وكذا إلى آخره، معناتها هو ما دخله، أنا المقصر. فأنا بدعمه أكيد، بدي يكون كرب الأسرة. صحيح. بدي يكون قريب منه، بدي يكون أخ منه. يوم اللي ما بكون أخ منه ما بكون قريب منه، بس طبعا مو كتير مشان لأنه الموظف إذا كتير اليوم عطينا بتعرفوا ضل الهيبة، ضل الهيبة إيه، وبصير بياخذوا وش زيادة. بيقدموا لهم كمان يعني، بتقدموا لهم الأب الأسرة بيقدم الدعم النفسي والمعنوي مو بس المادي. أكيد تماما، ما هو معنى كإنسانية، فأكيد دعم نفسي، دعم معنوي، الدعم اللي شيء موجود، وسائل الراحة، وسائل الأمان كمان. مهمنا نحن وسائل أمان له، يكون هو نشوف بنعزز الانتماء. نشوف انه الناس بشركات جوجل كثير بتحب انه انا بالشركه. صحيح. حتى شفنا لما انفصلوا اخر مره مصدومين، نحن ما توقعنا ننفصل، عندهم ثقه كبيره وولاء للشركه. صحيح. تماما. شو هلا يا نور، لوين بدنا ننتقل؟ هلا بدنا نختم مع الاستاذ المحامي محمد لؤي الموحد، مدرب تنميه بشريه. اكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا. يمكن اليوم حكينا عن موضوع مهم كثير، نحن فعليا هي رساله بنوجهها لكل المؤسسات، قديش مهم تفعل اداره الموارد البشريه بشكل صحيح والحفاظ على اليوم الموظفين، لانه هي اليد العامله باي مؤسسه. اذا ما في استثمار صح ما في انتاج صحيح. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وتطبقوها. يعني هلا ما ضل بظن انه في شيء مبهم، الموضوع مهم كثير لكل الاشخاص اللي بيفكروا يقدموا على اي مؤسسه ان كانت خاصه او عامه. فهيك يعني عرفنا بشكل كثير حلو وعميق لمصطلح الموارد البشريه، وعرفنا شو قلنا وشو علينا. شكرا كثير لك. الله يعطيكم العافيه يا رب.